الفترة الأولى من بعد قيام أي ثورة بتكون مليئة جدا بالتحديات، ومحتاجة سياسيين أكثر من إنهم أكاديميين. فلذلك ممكن يكون الفترة الأولى كانت محتاجة فعلا للشكل ده، لأنه إحنا إذا نظرنا لحكومة الفترة الانتقالية بنلقى إنه إحنا الآن ماشيين على المرحلة الثالثة أو النسخة الثالثة. طيب قسم علينا النسخة الأولى. النسخة الأولى كانت هي عبارة عن وزراء ومسؤولين كانوا كلهم جايين من خارج السودان. لأنه الفترة الأولى أو السنة الأولى كانت مهمتها فتح أبواب السودان نحو الخارج، فلا بد من قنوات ما بين الخارج والداخل، ناس يعرفوا يخاطبوا العالم الخارجي، فلازم يكون بيخاطبوه بلغته، بيخاطبوه وعاش معاهم في بطريقته، وعاش معاهم في السيستم، بيعرف كيف يخاطبه. فدي المرحلة الأولى اللي وصلتنا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح على المجتمع والانفتاح على العالم وكذا. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كان نحن محتاجين بعد كده نخاطب قضايانا الداخلية. فهي دي الحكومة الحالية، السلام وغيره 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 والقضايا الداخلية. طبعا الناس اللي كانوا عايشين برا ديل كتر خيرهم فتحوا لنا الأبواب، لكن كمان قضايا الداخل لأنهم كانوا غايبين منها كثير جدا، محتاجة ناس في الداخل.